I spoke yesterday with the king, not the prince. Made it clear to him that the rules are changing. بعد الأجواء المتوترة التي سادت بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، وفقاً لصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، دعت السعودية الرئيس الصيني تشي جين بينغ لزيارة الرياض في وقت تسعى فيه المملكة لتعميق العلاقات مع الصين. وقالت الصحيفة إنه من المتوقع أن تتم زيارة الرئيس الصيني للمملكة في مايو المقبل عقب انتهاء شهر رمضان. لكن اللافت هو قوة العلاقة بين السعودية والصين بعكس العلاقات مع واشنطن بحسب الصحيفة. ويذكر أن ولي العهد السعودي كان من المقرر أن يشارك في افتتاح الألعاب الأولمبية الشتوية في العاصمة الصينية الشهر الماضي، لكنه غاب لأسباب متعلقة بجدول أعماله، وذلك بحسب وزارة الخارجية الصينية. لكن شبكة CNN الأمريكية كشفت السبب الحقيقي لغيابه عن الافتتاح، إذ غاب ليتمكن محمد بن سلمان من حضور المكالمة بين والده وبايدن. وأضافت أن ولي العهد استمع للمكالمة لكنه لم يتكلم. ولا يمكن فصل هذه الزيارة عن الأزمة النفطية التي يشهدها العالم تزامناً مع الحرب الأوكرانية الروسية، إذ أعلنت شركة النفط السعودية أرامكو عن استثمار جديد لها في قطاع الطاقة في الصين التي تصفها بحجر الزاوية في استراتيجيتها للتوسع في آسيا وفقاً لرأي اليوم. ومن جانب آخر، تحدثت صحيفة The Times عن زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء البريطاني جونسون، ولم تنفها الحكومة البريطانية، إذ قالت جونسون أن بلاده والحلفاء يسعون لإيجاد بدائل من النفط والغاز الروسيين لتجنب الوقوع مجدداً ضحية ابتزاز يمارسه الرئيس الروسي بوتين، وفقاً للمقال المنشور في رأي اليوم. وتابع المقال أن الغرب أمام خيارين، إما القبول بالتعامل الكامل مع الأمير بن سلمان ليكون بديله من النفط، أو الانهزام أمام بوتين ورفع العقوبات مع عدم إيجاد بدائل عن نفطه. إذن هل يقنع جونسون ولي العهد السعودي بزيادة الإنتاج النفطي؟ أم يشهد العالم انقلابات بالتحالفات وتظهر دعوة السعودية للرئيس الصيني كمؤشر تمرد جديد وسط توتر العلاقات مع أمريكا؟